بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في قناتكم SOS Math. اليوم نرحب سبيسيالمون بتلاميذ التسيير والاقتصاد لأن هذا الدرس هو لكم. إذن بعد ما كملت درس الدوال محور الدوال العددية لجميع الشعب بكل تفاصيله كما وعدتكم في آخر كل محور رايحة نطبق لكم معلومات المحور في تمارين الاقتصاد هكا حتى تكون عندكم نظرة شاملة على المحور. إذا نحن عندنا في تمارين الاقتصاد اللي أنا أعتبر شعبة التسيير والاقتصاد محظوظين بهذه التمارين لأنها أبليكاسيون تاع معارف نظرية على الواقع. إذا هنا عندنا واحد 6-7 مفاهيم رايحين نفهموهم نحفظوا وقتاش نطبقوهم نعرفوا وقتاش نطبقوهم وخلاص وكل شيء بإذن الله راح يجيكم سهل وبسيط. إذا أول حاجة في تمارين الاقتصاد ديما نهضروا عندنا على الكلفة الإجمالية نهضروا أيضا على الكلفة الهامشية الكلفة المتوسطة عندنا الدخل الإجمالي وعندنا الربح. هادو هما تقريبا الخمس حاجات اللي نحكيو عليهم باستمرار في جميع الدوائر. هما راحين يكونوا نفس القوانين نفس التطبيقات ما تهمش مهما تكون الدالة يعني مهما يكون نوع التمارين انت رايح تطبقهم بالطريقة اللي راح نوري لك. اذا راحين نبدأ باول حاجة اللي هي عندنا الكلفة الإجمالية. الكلفة الإجمالية اللي نرمزو لها ب سي كيو. وش معناتها سي كيو؟ هنا الكلفة الإجمالية حتى ما تتخلط لكمش من الأفضل تحفظوهم أون فرونسي باش ما يتخلط لكمش الرمز الترميز تاعهم. إذا سي كيو إذا الكلفة الإجمالية عندنا هي لو كو توتال. كيفاش نرسم وش هي الكلفة الإجمالية في التمارين الاقتصاد في النظري تاعها وش هي؟ الكلفة الإجمالية هي الدالة اف دو اكس كما نقول لك في التمارين نظري يعني في التمارين رياضيات لتكون الدالة اف تساوي هنا في تمارين الاقتصاد نقول لك لتكون الكلفة الإجمالية تساوي. إذا عندنا الكلفة الإجمالية هي الدالة f دو x يعني رايحين تتعاملوا معاها وكل القوانين اللي تعرفوها على الدوال عاديه جدا رايحين تتعاملوا معاها على اساس انها داله. عندنا النقطه الثانيه هذه الاولى الثانيه هي الكلفه الهامشيه للرمز تاعها هو سي ام كو. هذا الام لواش يرجع لو كو مارجينال اذا هنا وش هي الكلفه الهامشيه في تمرين الاقتصاد ماذا تمثل في النظري هي الداله المشتقه اف فتحة لإكس هي الدالة المشتقة F فتحة لإكس يعني راح نطبقوا جميع قوانين الدوال المشتقة اللي تعرفوها. هي تقريبا الكلفة الإجمالية ديما تجيكم دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة أو الرابعة. المهم هنا في الدوال نرمزو للمجهول بإكس في الدالة في التمارين الاقتصاد راحين نرمزو لها بكيو. وشو هي كيو؟ هي لا كونتيتي دونك راحين نرمزو لها كاملة بكيو. فوالا هذا هو برك التغيير الفرق يعني اذا كان عندك مشكل تقدر دير في البغويان في بلاصة كيو تحط اكس وتخدم عادي. فوالا وحنا رانا راحين قلنا الكلفة الهامشية هي المشتقة تاع الدالة بمعنى هي المشتقة سي ام
كيو هي المشتقة تاع سي كيو، يعني راح تطبق عليها قانون الدالة المشتقة العادي اللي نعرفوه. عندنا ثالث نقطة اللي هي الكلفة المتوسطة اللي نرمزو لها ب سي ام ماجيسكول كيو. هنا سي ام هو لو كو موين، لو كو موين. قانون جد بسيط اللي هو سي ام كيو واش تساوي، هو سي كيو على كيو، يعني الكلفة الإجمالية تاعنا على لا كونتيتي. هذا قانون جد بسيط رايحين تفهموه عادي خلاص. هذه هي الفو فير اتونسيون بارفوا راهو يعطيكم غير لا يقولك احسب سي ام كيو وما يقول ما يقولكش الكلفه المتوسطه. لازم تفرقوا باللي الان ماجيسكول معناها لو كو مويان بمعنى الكلفه المتوسطه، والان مينيسكول هو الكلفه الهامشيه او لو كو مارجينال. رابع نقطه عندنا هي رايحين نديروا الدخله الاجمالي. الدخل الاجمالي اللي نرمزو له ب ار كو، واش معناتها ار كو؟ هو لو ريفوني توتال. هنا هو قانون يعني سهل، هو لا كونتيتي في لا فونت، يعني ثمن بيع الوحده اللي نرمزو له بي في كو في لا كونتيتي، في عدد اللي انتجناه، في العدد اللي انتجناه. يعني ار كو يساوي كو في في دو كو، حيث قلنا في دو كو حيث في دو كو هنا حيث في دو كو هو ثمن بيع الوحدة. بقينا درك نروحو نزيدو نشوفو الربح. الربح اللي هو لو بينيفيس اللي نرمزولو بي بي كو. واش راح يكون عندنا الربح؟ الربح نعرفوه هو الدخل الإجمالي ناقص الكلفة الإجمالية، ناقص الكلفة. هذا قانون من البريمير وحنا نعرفوه. الربح كيفاش نحسبوه والدخل تاني كيفاش نحسبوه. إذا عندنا هنا الربح راح يجينا بي كيو، قلنا هو الدخل الإجمالي يعني لو ريفوني توتال ناقص سي كيو لو كو تاعنا، لو كو توتال اوسي. هادو هما القوانين وهادو هما المصطلحات فقط، ما عليكم غير تفهموهم بكل بساطه وتطبقوهم. بالعكس انا نشوف بلي تمارين الاقتصاد هي تمارين سهله خلاص على تمارين الرياضيات اللي فيها النظري بزاف، لانه النظري بزاف راهو فيها بزاف قوانين بزاف أسئلة نظرية. أما هادو راهم حوايج سهلة، خاصة أنكم تتعاملوا مع دالة كثير حدود. إذا عندنا هادو هما القوانين، والباقي كاين أسئلة أخرى تجينا في تمارين الاقتصاد. مثلا يقول لك عين القيمة كيو صفر التي تجعل سواء الكلفة الهامشية أو المتوسطة أو الدخل أو الربح، ما يهمناش، مش يقول لنا العبارة أعظميا أو أصغريا. هنا راهو يقصد بها القيمة الحدية إما الكبرى أو الصغرى. هنا نكتبها لكم، يقول لك عين كيو لصفر التي تجعل هنا الكلفة الكلفة نحطها لكم هنا بين قوسين، يعني اما الهامشيه او المتوسطه او الدخل او الربح، اي حاجه من اللي كنا شفناها دركا، اعظميا
او اصغريا ولا هنا واش راح تدرس؟ راح تدرس القيمه الحديه. كيقول لك اعظميا نقصد بها القيمه الحديه الكبرى، كيقول لك اصغريا ندرس بها القيمة الحدية الصغرى. حنا باش ندرسو القيمة الحدية واش يلزم لنا؟ يلزم لنا جدول، ندرس جدول التغيرات. يخي القيم الحدية راح ندرسوها، نجبدوها من جدول التغيرات. ديما كي تكون عنا دالة متزايدة ثم متناقصة، هكا متزايدة ثم متناقصة، هذه هي القيمة العظمى، بمعنى الكلفة العظمى أو الصغرى. وكي تعود متناقصة ثم متزايدة، هذه هي القيمة الحدية الصغرى. درك كيفاش ندرسو جدول التغيرات؟ رايحين ندرسوه عادي، بمعنى انتبهوا كون يقول لك الكلفة الإجمالية رايح تشتقيخ. احنا حتى ندرس جدول التغيرات واش عندنا نديرو؟ الحمد لله هنا في تمارين اقتصاد ما تدرسوش النهايات، ولكن باش ندرسو جدول التغيرات واش راح نديرو؟ راح نديرو ندرسو المشتقة ثم إشارة المشتقة وفقط، ونشكلو الجدول تاعنا. يعني اذا قال لك هنا، قلت لكم تو دي بون، واش نقول لكم هنا؟ اذا قال لك الكلفة الهامشية، يعني في التمارين الكلفة الهامشية اللي حسبتيها تروح تزيد تشتقها ودير لها الإشارة تاعها وتحسب عادي وتشوف. إذا قال لك ربح أعظمي، إذا قال لك كلفة هامشية أعظمية تروح تشوف القيمة الحدية العظمى. إذا قال لك كلفة هامشية أصغرية ولا أصغر قيمة تديها الكلفة الهامشية تروح تشوف القيمة الحدية الصغرى. نفس الشيء إذا قال لك من أجل أي قيمة مثلا الدخل يكون أعظمي، يعني تروح تحكم عبارة تاع الدخل تاعك، دير لها المشتقة تاعها ودير لها إشارة المشتقة وتشكل جدول التغيرات وتشوف. نفس الشيء إذا قال لك أعظمي تشوف القيمة الحدية الكبرى، وإذا قال لك أصغري تشوف القيمة الحدية الصغرى. ونفس الشيء بالنسبة للبينيفيس، يقول لك مثلا من أجل أي قيمة كولي صفر يكون الربح أصغري، يعني من أن نحوسو على القيمة الحدية الصغرى، بمعنى راح نحكمو العبارة تاع الربح نشتقوها ندرسو لها الإشارة. فوالا، نتمنى نكون واضحة. عندنا هنا أيضا كلمة أخرى اللي هي يقول لك مثلا أوجد هنا قيمة هنا كولي صفر مثلا حتى يكون الربح يساوي مثلا يساوي مثلا يساوي 100. هنا انت تروح تحكم العبارة، دائما تنتبه للعبارة هذه اللي يطلبها لك، عبارة الربح مثلا لقيتها في الربح وتروح تحطها تساوي 100، يعني راح تحكم بي كيو تاعك تحطو يساوي 100 وتروح يبقى لك غير كيو هو المجهول. نفس الشيء يكون يقول لك حتى يكون بايزوم تكون الكلفة الهامشية تساوي طن، تروح تحط الكلفة الهامشية تاعك تساوي هذاك العدد وتجبد كيو، وهكذا مع الكلفة المتوسطة والدخل الإجمالي. حتى نفهم التطبيق مليح، القوانين مليح، راح ندير معكم تطبيق سريع يشمل كل المفاهيم هكا حتى ترسخ المعلومات. اذا هنا تبعوا معي التمرين، راح نخلي لكم الرابط نتاع التمرين في صندوق الوصف، تروحوا ليه باش تشوفوا التمرين تاعكم. هنا قال لك مؤسسة إنتاجية تنتج وحدات ذات الكمية كو، عطانا هنا الكلفة الإجمالية. راح نعطيكم لي مو كلي فقط، نكتب لكم لي مو كلي. هنا عطانا الكلفة الإجمالية تاعنا هي سي كو تساوي كو مربع
زائد 100 كيو زائد 25. ثمن بيع الوحدة، ثمن بيع الوحدة راح نلخص لكم 80 بسرعة. ثمن هنا بيع الوحدة عند صنع Q وحدة هو VQ، شعطانا VQ هو ناقص 2Q مربع زائد 9Q زائد 240، حيث Q أقل أو تساوي 25. هذه راهي مهمة. إذن هنا أعطانا في السؤال الأول احسب بدلالة Q الكلفة المتوسطة. هنا أعطانا الكلفة، نحسب الكلفة المتوسطة. الكلفة المتوسطة اللي هي CMQ وش تساوي؟ وش قلنا هي CQ الكلفة الإجمالية على Q. هنا وش نروح نديرو؟ سهلة خلاص، تطبيق مباشر. عندنا CMQ وش رايحة تساوي لنا؟ CQ اللي هي هذه العبارة زائد 100Q زائد 25 على Q. تطبيق عادي مباشر، وش راح تعطينا هنا؟ Q مربع، هي راح تولي لكم هك للي تجيهم صعيبة، هي Q مربع على Q راح نفرقوا الكسر، زائد 100Q على Q زائد 25 على Q. هنا وش نلاحظوا؟ Q مربع يروح مع Q، وش راح تبقى لنا؟ Q 100Q هنا تروح مع Q، راح تبقى لنا زائد 100 زائد 25 على Q. هذه هي CMQ، هذه بكل سهولة هي الكلفة المتوسطة. السؤال با وش قال لنا؟ عين Q لصفر، هنا Q لصفر حتى Q صفر التي تجعل الكلفة المتوسطة صغر. فوالا شفتيو هذه الكلمة؟ Q صفر تجعل الكلفة المتوسطة صغرى. غير تشوفوا كلمة صغرى أو كبرى تخموا طول في جدول التغيرات. كيفاش تخموا في جدول التغيرات؟ جدول التغيرات هنا درك باش ما تحيرلكمش العبارة اللي تروحوا ديروا لها جدول التغيرات، لازم تنتبهوا لهذه الكلمة. يعني قالكم متوسطة، تروحوا تحكموا هذا العبارة وديروا لها جدول التغيرات. فوالا ما تروحوش لهذه وديروا هذه حتى ولو الخطوات صحيحة، تعتبر خاطئة. قالنا الكلفة المتوسطة، إذا نروحوا سي ام كيو تاعنا هذه، ها هي نعاود نكتبها لكم هنا، تساوي كيو زائد 100 زائد 25 على كيو. نروحوا واش قلنا لدراسة جدول التغيرات؟ نروحوا نديروا المشتقة تاعها، واش راح تولي لنا سي ام فتحة لي كيو مشتق الكو، وش هو مشتق الكو؟ وش راح يعطينا؟ راح يعطينا واحد على مشتق الكو هو الواحد، في بلاصة الكو هو الواحد. مشتق المئة هو الصفر. 25 على كو هي من الشكل واحد دالة واحد اف لي اكس تساوي واحد على اكس، كي نشتقوها هي ناقص واحد على اكس مربع، هذه اف فتحة لي اكس. هنا نفس الشيء رايحة تعطينا ناقص 25 على كو مربع. هنا بعد ما قينا الدالة المشتقة واش نديرو؟ نروحو ندرسو الاشارة. هنا كو المقام، نروحو اول حاجة هنا المقام عندنا غير تحت 25، اذا نروحو كيفاه نديرو؟ نروحو نوحدو المقامات. فوالا واش راح تولي لنا؟ هنا واحد نضربوه في الكيو مربع، راح تولي لنا كيو مربع ناقص
25. هنا واش نشوفه؟ المقام تاعنا مربع، اذا المقام موجب، اذا تبقى لنا الاشاره من اشاره ام يعني ك مربع ناقص 25 تساوي الصفر. هذا يستلزم ان ك مربع نرجع 25 طرف الاخر تساوي 25. هذا يستلزم ان ك تساوي 5 او ك تساوي ناقص 5. هنا كيفاش نشوفو؟ هنا ك قلنا تمثل لا كونتيتي، كما نعرفو لا كونتيتي جامي تكون سالبه. ما نقدرش نقولو عندي ناقص 5 لعبات ولا ناقص 5 حلوى ولا، دائما موجبه. اذا هذا مرفوض، راح تبقى لنا قيمه واحده. كيفاش درك رايحين نديرو جدول التغيرات؟ هنا واش عندنا؟ في بلاصه الاكس عندنا الكو، في بلاصه اف فتحه لاكس عندنا سي ام فتحه لكو. والمتغير تاعنا واش هو؟ هو سي كو، سي ام كو، يعني هذه مشتقة اف فتحة لي اكس و اف لي اكس. هنا في جدول التغيرات عندنا عادي، هنا كو في قلنا شي بلاصة اكس. دابيتود في الدوال تاعنا عندنا مجموعة تعريف اللي يكون فيها ما لا نهاية. هنا مجموعة التعريف تاعنا هي هذه، كو اقل او يساوي 25، يعني راح تجينا من الصفر الى 25. قلنا هنا ما نقدروش نقولوا من ناقص ما لا نهاية الى 25، لان لا كونتيتي هي كمية موجبة، الكمية هي عدد موجب. هنا عندنا تنعدم، نحطها هنا، درتها هنا انا، اذا نحطها هنا 0 و25، تنعدم في 5، يعني رايحة تجينا هنا. اذا مشتقة تاعنا تنعدم عند 5 قبل عكس إشارة أ اللي هي عكس الكو هنا، إذا سالب وهنا موجب. إذا هنا واش قلنا؟ راح تجينا سالبة ثم موجبة. هنا عندنا سي إم 5، يعني نروحو إلى سي إم تاعنا اللي هي هذه، ونعوضو الكو بخمسة. هنا نعوضو الكو بخمسة، راح تعطينا 25 على 5 هي 5، زائد 100 هي 105، زائد 5 هي 110. اذا هنا واش قال لنا في السؤال؟ كو صفر التي تجعل الكلفه المتوسطه صغرى. اذا كو صفر، ها هي كو صفر، هذه هي كو صفر، القيمه الصغرى هي 110، بصح كو صفر هي 5. اذا كو لصفر تساوي 5، يعني من اجل هنا واش قلنا؟ لعبه نو، ما قلناش لعبه، قلنا الكلفه الاجماليه للكميه. اذا من اجل الكميه 5 رايحه تكون الكلفه المتوسطه تاعنا صغرى. هذه راهي قيمه الكلفه المتوسطه، ولكن هذه هي قيمه كيو صفر. يعني كي تشوفوا انتم القيمه الصغرى او الكبرى، كي يقول لكم كيو صفر رايحين تشوفوا الهادي اللي هنا اللي فوق. فوالا، نروحوا للسؤال اللي بعد. الف قال لنا احسب الكلفه، الكلفة 2000، الكلفة الهامشية. واش قلنا الهامشية؟ نرمزو لها سي ام كو، بمعنى سي ام كو هي قلنا المشتقة، هي المشتقة تاع كو. فوالا، واش نروحو نديرو؟ سي ام كو قلنا المشتقة تاع هذه كو مربع، مشتقتها هي 2 كو، 100 كو مشتقتها هي 100، 25 عدد المشتق تاعو هي الصفر. واش قال لنا؟ قارن في السؤال با، قال لنا قارن بين سي ام كو صفر
و س ام كو صفا. هنا هذه سي لو كو مارجينال وهذه لو كو مويان، بمعنى ما حين نقارن بين الكلفه الهامشيه والكلفه المتوسطه عند كو صفر، بمعنى عند Q تساوي 5. هنا راح نحسب CM 5. CM 5 راح خرجت لنا في جدول التغيرات تساوي 110، واللي تحرلو يروح يحكم الدالة تاعو تاع الكلفة المتوسطة ويعود الكوب 5 راح تزيد تخرج له 110. وهنا راح نحسب CM 5، يعني راح نعوض هنا 2 في 5 10 زائد 100 تساوي 110. اذا المقارنه سهله، واش خرجت لنا؟ سي ام كو تساوي سي ام كو وتساوي 110. هذا فقط، كي تخرج لك اكبر دير اكبر، كي تخرج لك اصغر دير اصغر. هذه هي. واش قال لنا دوك؟ نروحوا الى السؤال الثالث. إذا هنا في السؤال الثالث قال لنا ألف احسب بدلالة كو الدخل الإجمالي R كو ثم الربح B كو. رحين نبدأ بألف الدخل الإجمالي R كو، بمعنى لو ريفوني توتال. الدخل الإجمالي وش هو؟ هو الكمية اللي عندنا في ثمن بيع القطعة الواحدة، بمعنى هنا هي RQ هي Q في VQ بكل بساطة. وش رايحة تعطينا؟ هي Q في ناقص 2Q مربع زائد 9Q زائد 204. وندخل Q عادي تولي ناقص 2Q مكعب زائد 9Q مربع زائد 240Q. هذه هي RQ. السؤال الجزء الثاني من السؤال قلنا احسب الربح. هنا الربح BQ بمعنى لو بينيفيس. BQ واش تساوي؟ الربح واش يساوي؟ هو لو ريفوني توتال ناقص لو كو توتال، يعني هو الدخل الإجمالي ناقص الكلفة، اللي يبقى لنا هو الربح، يعني RQ ناقص CQ. واش راح يجينا BQ؟ RQ تاعنا واش هي؟ ناقص 2Q مكعب زائد 9Q مربع زائد 240Q ناقص Q مربع زائد 100Q زائد 25. هنا ندخلوا الناقص تاعنا على العبارة هذه، واش راح تجينا؟ هنا تبقى لنا ناقص كو مربع ناقص 100 كو ناقص 25. النقص عادي 2 كو مكعب، هنا ما عندناش الكو مكعب، يعني رايحة تبقى لنا ناقص 2 كو مكعب. 9 كو مربع ناقص كو مربع راح تعطينا زائد 8 كو مربع. 240 كو ناقص 100 كو راح تعطينا 140 كو. هنا تبقى لنا ناقص 25. هذه هي عبارة الربح. هذا هو عبارة لو بينيفيس تاعنا. السؤال الثاني، الجزء الثاني يعني با من السؤال الثالث، واش قال لنا؟ عين مستوى الانتاج با مستوى الانتاج الذي يضمن
ربحا آدميا. واش قلت لكم كي تلقاو آدمي تخمو طول في القيمة قيمة حدية عظمى أي دراسة دالة. كيفاش جدول تغير الدالة؟ واش من دالة راح تدير؟ هي عبارة الربح. بمعنى راح تكون الدالة تاعنا هي البيكو، وراح نشتقوها ندرس الإشارة تاعها ونشكل جدول التغيرات تاعها ونشوف القيمة الحدية العظمى تاعها. فوالا نديرو جدول التغيرات. هنا قلنا نروحو نحسب تاعها ليكو، يعني هنا ناقص ما تنساوهش 3 كي تهبط تولي ناقص 6 كو مربع، هنا 2 كي تهبط تولي 2 في 8 بمعنى 16 كو زائد 140. واش نديرو لها هذه معادله نحطوها تساوي صفر، اذا راهي معادله من الدرجه الثانيه. نروحو كيفاش نحسبوها؟ نروحو نحسبو لها دلتا، يعني دلتا تاعها هو ب مربع ناقص 4 ا سي. كي تروحو تحسبوه راح يعطيكم 3616، مش رايحين تلقاوه جذر تربيعي، يعني ماشي جذر كامل. بمعنى هنا واش نروحو نحسبو؟ كو ان اللي هي تساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 ا راح يعطينا 6.34، و كيو 2 ناقص ب زائد جذر دلتا اللي راح تعطينا على 2 ا اللي راح تعطينا ناقص 3.67. قلنا هذه اللي بالسالب دائما مرفوض لان الكميه موجبه جامي تكون سالبه. احنا اذا واش نقولوا؟ بقات لنا كو هذه، اذا راح يكون الربح تاعنا اعظمي من اجل القيمه كو 6.34. يقدر هنا واحد خلاف نكملوا هنا جدول التغيرات، بمعنى راح نديروه كيما هاك، هذه هي كو، هذه ب فتحه لي كو، وهذه ب كو. الكو تاعنا قلنا معرفه من 0 الى 25، هنا جاتنا القيمه 6.34، قبلها عكس اشاره ا، يعني هنا سالب، اذا راح تكون موجب ثم سالب، اذا رايحة تجي هكذا ثم هكذا. هنا رايحة تعطينا ب لي كيو، يعني ب 6.34 هذه هي القيمة حدية عظمى. قلنا ديما هو كي قلنا المستوى، يعني احنا نحوسو ديما على كيو، اذا رايحين نشوفو هنا، اذا من اجل كو تساوي 6.34 او من اجل كو هنا تساوي 6 فقط، نحبسو عند كو تساوي 6 لانه الكميه راهي عدد تام ماشي هي عدد بالفاصله، يعني بما انه بعد الفاصله 3 اقل من 5 يعني نحبسو في 6. من اجل كيو يساوي 6 يكون الربح اعظميا. فوالا بهذا نكون كملت معكم التمرين. رانا اتطرقنا الى الاسئله كامل الموجوده في الدوال العدديه اللي نقدروا نطبقوها على
في تمارين الاقتصاد. نورمالمون ما كنتش الحين تلقاو من فوق صعوبات في تمارين الاقتصاد لاني طرقت معكم الى كل الاسئله. فوالا نتمنى تكون استفدتي, وثاني ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع زملائكم حتى تعم الفائده باذن الله. وبالنسبه للتلاميذ اللي ما اشتركوش نقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. واذا مازال عندكم اسئله او مشاكل في الرياضيات اطرحوها لي في المجموعه تاعنا اللي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. فوالا نلتقي في فيديوهات مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.